السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة وعافية. طلاب، إن شاء الله اليوم محاضرتنا راح تكون بعنوان الجانجرينز، اللي هي من المشاكل اللي مرتبطة بالتهاب الأنسجة وبالتالي موت الأنسجة. يعني الجانجرينز مصطلح، حسب ما راح نشوف هسه إن شاء الله بالتعريف، مصطلح يشير إلى موت وتنخر النسيج، موت وتنخر النسيج اللي هو بالعادة راح يكون جاينا من أكو مشكلة بتغذية النسيج، وبالتالي النسيج راح يصير بؤرة لنمو الميكروبات بشكل عام وتنطيني أشكال مختلفة. نشوف طلاب، كتعريف للجانجرينز، جانجرين is a dead tissue necrosis اللي هو يقصد به نسيج متنخر ميت consequence to ischemia. راح منين يجينا هذا موت النسيج اللي او تنخر النسيج؟ من حاله اسميها الاسكيميا. الاسكيميا مصطلح يشير لنا الى انقطاع وصول الدم الى عضو معين، الى نسيج معين داخل الجسم، فهذا نسميه اسكيميا. In the image below يقصد بهاي الصوره اللي بتحت، can see black area on the half of the big toes in the diabetic patients. يقول بالصورة تحت ممكن نشوف منطقة سوداء بالإصبع الكبير، الإصبع الكبير اللي هو من بشخص مصاب بالسكري. زين، this black area، هذه المنطقة السوداء شو تمثل لنا؟ represent necrosis dead tissue in fact. يقول لك راح تبين لنا نسيج ميت متنخر، نيكروسيس اللي بالحقيقه الجانجرينز اوف ذا بيج تويز اللي هو اقصد به جانجري الاصبع الكبير. The gangrenes appears consequence to severe ischemia or really from the complete block of circulation of blood inside the arterial system. يعني نريد نفهم شنو اللي يريد نفهمه. قلت لكم كتعريف الجانجرينز يقصد به هو تنخر النسيج، موت النسيج اللي منين اجانا؟ خلوا بالكم هاي المعلومه مهمه، جاينا من حاله اسمها الاسكيميا. الاسكيميا نعرفها هو انقطاع وصول الدم لعضو معين، لنسيج معين بالجسم باختلاف الاسباب، كان تكون سبب اكو جلطه، كان اكو سبب ممكن اكو فد التهاب الوعاء الدموي، اللي هو يصير كمثال جماعه السكر، يصير حاله يعني نسميها انجيوباثي، اكو التهاب او مشاكل تصير بالوعاء الدموي، وبالتالي هذا الوعاء الدموي ما يوصل الدم بشكل طبيعي للنسيج. يعني الدم ما راح يوصل للنسيج، يعني غذاء ما راح يوصل للنسيج، هذا النسيج راح يعاني من موت بطيء وبالتالي تنخر وتجي وياه بكتيريا اخرى. فايش يقول لك هنا؟ نفس ما ذكرنا، الجنجرين يظهر بعد الاسكيميا، سيفير اسكيميا يعني انقطاع الدم بشكل كامل على العضو معين لاي سبب ضمن الجهاز الشرياني، هنا arterial system النظام الشرياني. زين، نشوف شنو الريسك فاكتور، شنو العوامل اللي ممكن تزيد لنا من مخاطر تطور او تكون او تشكل الجانجرينز بالجسم. اولا الدايابيتس. شوف طلاب، كل العوامل اللي راح نذكرها هنا هي لها علاقه بشكل مباشر او غير مباشر بالتهاب الاوعيه الدمويه، بالتهاب الاوعيه الدمويه. اولا الدايابيتس، السكر، جماعه السكر عندهم مشكله قلنا بالوعاء الدموي، بالتالي هذا راح ياثر على وصول الدم للاعضاء معينه بالجسم، ممكن يصير بها جانجرينز. زين، المشكله الثانيه narrowed arteries اللي هي atherosclerosis. هنا المشكله الثانيه يقصد بها تضيق الشرايين، تضيق الشرايين. شلون تضيق الشريان؟ يضيق من يكون مثلا تصلب الشرايين، من يجي اكو طبقات دهن، هاي طبقات الدهن نقول عليها تلزق بجدار الشريان من الداخل، فبالتالي تضيق الشريان من الداخل، مدخل الدم يمشي بشكل طبيعي، ما يكون بلاد فلو طبيعي داخل الوعاء الدموي، لذلك راح تقلل وصول الدم الى عضو معين، هذه ممكن تزيد لنا مخاطر تطور الجنجرين. زين، النقطة الثالثة بريفيرال براد سوري بريفيرال ارتريز ديزيز، امراض الشرايين المحيطية هم اكو هواي مشاكل، ممكن مشاكل وراثية، مشاكل بالاليستيك فايبر، مشاكل بالابيثيليوم، اي مشكلة ممكن تكون بالاوعية الشريان، خلينا نقول بالشريان المحيطي يقصد بها بالاطراف، اذا ايدين واذا رجلين، ممكن تزيد من مخاطر تكون الجنجرينز. زين، السموكينج، التدخين، هسه ممكن شخص يسأل شنو علاقة التدخين بالجانجرينز؟ إيه له علاقة. التدخين، المواد اللي موجودة داخل التدخين اللي هو مثل النيكوتين، القطران أو هاي المواد يسموها، هذه بيها فعالية تسوينا بازو
contractions اللي هي يقصد بها تضيق الوعاء الدموي، انسحاب الوعاء الدموي. فإذا ضيق الوعاء الدموي أو انسحب الوعاء الدموي شنو يقصد بها بالتالي ايش راح تؤدي لنا؟ تؤدي لنا إلى قلة وصول الدم للعضو المعين أو النسيج المعين، وهاي ممكن تكون predisposing factor for the gangrenous development اللي هو ممكن تكون فد عامل محفز لتطور وتشكل الجنجرينز. زين، النقطة الخامسة اللي ممكن تزيد لنا المخاطر تشكل الجنجرينز trauma or serious injury، شخص يتعرض لضربة قوية، فهذه الـ يعني الضربة راح تحطم الوعاء الدموي. من تحطم الوعاء الدموي ممكن تسوي لنا بلوك، يعني قطع بتزويد الوعاء الدم للعضو معين او نسيج معين، وبالتالي شو يسوي لنا؟ يصير لنا ممكن تطور لنا الجنجرينز. النقطة السادسة اللي هو سيريوز الفروست بيت، اللي نقصد بها قرصة البرد أو هذا الصقيع اللي ممكن تجمد الأطراف وغيرها. شنو علاقته؟ هسه ممكن واحد هم يخلي بباله إذا شخص معرض للصقيع أو معرض للثلج أو معرض للجو بارد كلش، شنو علاقته بازدياد فرص تطور الجنجرينز؟ أي من يصير جو بارد طلاب، الجسم شي يحاول يحتفظ بالبرودة، يحتفظ العفو بالحرارة بداخله، فيسحب الوعاء الدموي، يقلص الوعاء الدموي ويحاول على مود ما يصير تشتت الحرارة من داخل الجسم للخارج للجلد. هذا التقلص أو هذا انسحاب الوعاء الدموي من الجلد راح يخلي يعني خلينا نقول سريان الدم بهذا الوعاء الدموي أقل من المعدل الطبيعي، وبالتالي تغذية النسيج راح يكون تغذية قليلة. هذه ممكن تزيد من مخاطر تطور الجنجرينز، زين، اللي هو هذا نسميها قرصة البرد أو الصقيع أو هيك يسموها. الأوبسيتي اللي هو السمنة، هم نرجع ونقول شنو علاقتها بتطور الجنجرين؟ هي إلها علاقة، اللي هي من نقول سمنة يعني نقول أكو فاتي أسيد يعني بداخل الوعاء الدموي، أكو نسبة دهون عالية، نسبة الدهون العالية هذه ممكن تسوي لنا اثيروسكلروسيس تصلب شرايين، وبالتالي تقلل وصول الدم لعضو معين او نسيج معين، وبالتالي تزيد لنا من مخاطر تطور الجنجرينز. يعني عندنا حاله ثامنه اللي هي نسميها راينوتس فينومينا. هذه الحاله طبعا نسبه للعالم اللي وصفها اللي هو راينوتس، هاي الظاهره شنو؟ الظاهره اكو مشكله بالوعاء الدموي، كونديشن ويتش بلاد فيزلز ذات سبلاي يور سكينز بيكام ناروود، تكون اكو تضيق الأوعية الدموية اللي تزود الجلد بالدم. هذه على مود نوصفها بوصف دقيق، بعض خصوصا البنات من يغسلن المواعين وغير هذه بالجو البارد حسب هذه الأجواء أنا، ممكن يكون داير مداير أظفرها مثل الجراحة، زين، هاي مثل بياض أو بيضاض أو كذا أو هيك شيء، ويعني مصطلحنا الدارج نسميها تعمل أو هيك شيء يصير بها جراحة، هي هاي الحالة. زين، هاي اكو مشكله بالوعاء الدموي، الوعاء الدموي يتضيق وبالتالي ما يوصل الدم بشكل طبيعي لهذه الاماكن. النقطه 9 وكنت اميون سيستم، اكو ضعف بالجهاز المناعي. اذا جهاز مناعي ضعيف يعني ممكن البكتيريا تنشا او تنمو باي جرح ممكن يصير، وبالتالي ممكن تطور لنا جنجرين، فهذا هو الربط اللي ممكن يكون. نجي نشوف انواع الجنجرينز. عندنا نوعين من الجنجرينز كأنواع رئيسية، نوعين من أنواع الجنجرين اللي هو الدراي الجاف والويت اللي هو الرطب. اعتماده على الملمس، يعني هسه من يكون اكو جنجرين بعضو معين برجل او ايد او اي مكان بالجسم، اعتمادا على الملمس مالته راح نحدد. اذا خلينا ايدنا على هذا مكان الجنجرينز كمثال وصار بها رطوبة، فهذا شو نسميه جنجرين رطب، ويت جنجرينز. بينما اذا خلينا ايدنا ماكو شيء يابس نسميه دراي اللي هو دراي جنجرينز. نشوف الدراي شو يقصد به. دراي جنجرينز this is more common in people who have vascular disease, diabetes and autoimmune disease. يقول لك هو هذا النوع من انواع الجنجرينز اللي يكون شيوعة اكثر وين؟ بالاشخاص اللي عندهم مشاكل بالوعاء الدموي، جماعة السكري وجماعة المناعة الذاتية اللي هو جماعة داء الذئب الحمراء وغيرها. It usually affect hand and feet. عادة وين يصير بالإيدين وبالرجلين. It happen when some things often poor circulations block blood flow to the certain area. شو وقت يصير من أكو تغذية بالدم، تغذية ضعيفة poor circulation، أو يكون أكو قطع بالتغذية، يعني ممكن اكو فد بلوك فد قطع يصير بالوعاء الدموي، وبالتالي ما تتزود هاي المنطقة
بدم كافي، فهاي النسيج راح يموت. من يموت راح ممكن يكون بؤرة لنمو الجراثيم به. زين، as tissue dried يعني الأنسجة راح تجف تيبس تشينج كولر، راح يتغير لونها. تخيلوا بالكم، أول خطوة انقطع الوعاء الدموي، انقطع الدم وصول لهذا النسيج، بعدين الخطوة الثانية جف النسيج يبس. النقطة الثالثة راح يغير لونه، change its color، راح يتغير لونه، it may browns، ممكن يكون لونه هذا الجوزي برونزي to the purplish blue، إلى أزرق مخضر، أزرق أرجواني to black، إلى أسود. يعني من جوزي هذا اللون الطبيعي مال الجلد إلى اللون الأزرق الأرجواني purplish إلى الأسود. The tissue often fall off، عادة ما الأنسجة تكون مثل شو نقول يصير بها انسلاخات تنسلخ. Unlike with other types of gangrenes، ما يشبه الأنواع الجنجري الأخرى اللي هي ما راح يصير بي infection، لأن هسه راح ناخذ الويت الرطب راح يصير infection، هنا ما راح يصير infection. But dry gangrenes can lead to wet gangrene if they become infected. يعني شو نريد نوصل له؟ اللي نريد نوصل له بأنه هذا الدراي ما يصير بإنفكشن، وعرفنا شنو السبب. احنا سميناه من عرفنا بأنه قطع بالوعاء الدموي، وبالتالي ما راح يوصل إصابة، ما راح يوصل الدم لعضو معين ويموت النسيج. زين، ما دخلت البكتيريا به، ما دخلت الإصابات الإنفكشن بها، لكن ممكن باستمرار يعني مرور الوقت ممكن تجي البكتيريا كسكندر إنفكشن، كإصابات ثانوية، يعني مو مسبب رئيسي، كإصابات ثانوية. بينما نشوف الويت أو الموست اللي هو الرطب، this type almost always involved in the infection، يعني هذا النوع اللي هو الدراي، شوفوا من هاي الجراحة صايرة، هذه دراي، هذا الدراي عادة ما يكون هو يعني مصحوب بإصابة، إصابة سوت لنا هاي المشكلة، اكو infection، اكو بكتيريا، اكو مسبب، سببنا إياه اللي هو يكون بكتيريا على الأغلب. Burns or trauma in which a body part is crushed or squeezed can quickly cut off blood supply to this area, killing tissue and arise the odd of the infection. شو قصد بها؟ من أكو فد حرق أو فد ضربة معينة جزء معين من الجسم راح يقطع لنا تزود الدم للجزء معين بالجسم، وبالتالي هاي الأنسجة راح تموت، راح يصير بها إصابة، تصير يعني تنشأ بكتيريا بها، هاي البكتيريا راح تسوي لنا odds of infection، راح تسوي لنا طبعا هسه راح نشوفها رائحة كريهة جدا بها. This tissue swells and blisters is called wet because it's caused pus. ليش سميناها ويت رطبة؟ لأن راح يصير بص، راح يصير بها قيح. ليش يصير بها قيح؟ لأن بها infection، إصابة، بما أنه بها إصابة لذلك راح يكون بها التهاب، والالتهاب يدخل بكريات الدم البيضاء، واللي راح تموت تسوي لنا القيح. هذا الأبيض هي عبارة عن كريات دم بيضاء ميتة. Infection from wet gangrenes can spread swiftly around your body. يقول لك هذا الانفكشن اللي تصير بالويت ممكن تنتشر الى مكان اخر بالجسم، ممكن تنتشر الى مكان، يعني نعرف احنا كل زين شخص صار بجنجري قصوا صبعه، ورا فتره قصوا رجله لين صعد الجنجري، ورا فتره قصوا رجله لحد الركبه وكذا، فيقصد به الويت يكون متحرك، يكون ممكن ينتقل الى مكان اخر بالجسم. بينما الدراي لا، الدراي المسبب مالته مو اصابه بكتيريا وغيرها، لا، المسبب مالته هو قطع بالوعاء الدموي. بينما هنا تكون البكتيريا هي اللي تزيد لنا المشاكل. واللي نريد نفهمه اكثر بعد بانه الوي الدراي ممكن يصير ويت، لكن الويت ممكن يصير دراي. خلوا بالكم هاي الشيء، لان احنا ذكرنا، شوف طلاب، ذكرنا بانه الجنجرين اللي هو الدراي ممكن يصير ويت اذا صار ويا بكتيريا. بينما هنا هو اصلا ويت، ما راح يجف ويصير يابس، يصير اللي هو الدراي جاف. فهاي تخلوها ببالكم، خاف تجي صح او خطا وفراغات. زين، هسه الويت به انواع، الويت به تقريبا خمس انواع، هسه راح نشوف، او العفو اربع انواع نشوفها. تايبس اوف ويت جانجرينز انكلود، انواع الويت تتضمن لنا اولا انترنال جانجرينز، الجانجرين الداخلي، والغاز جانجرين، الجانجرين اللي يصير وياه مصحوب بغاز، والفورنرز جانجرينز، والبروجريسيف بكتيريال سانرجستين جانجرين. نشوف نشرح واحده واحده. عندنا الانترنال جانجرينز، ذس
gangrene that affect your internal organs من اسمه الجنجرين الداخلي يعني راح يصيب أعضائك الداخلية الله يبعد عنكم الشر وكذا يعني يصيب الشخص بأعضاء الداخلية نسميه internal gangrene it usually related to unaffected organs such as appendix or colon هذا شنو كمثال وين يصير يصير بالزائدة الدودية وهاي حالات شائعة جدا جدا هسه مثلا شخص عنده زائدة دودية ويشيلوها ترى ليش شالوها لأن صار بيها جنجرين التهبت والتهبت هذه راح تقوم تتنخر سمعني منو يقول لك مفجورة ببطنه أو كذا وكذا وشنو ده يقصد بها صار بيها جنجري وهاي ال شو اسمه الأبندكس الزائدة الدودية تهشمت صار بها التهاب تهشم النسيج تهشم ما تقام يتناثر فهاي يسموها انفجار وكذا أو ممكن يصير بالقولون هذا النوع الأول اللي هو internal gangrenes النوع الثاني اللي هو gas gangrene هذا بينتج غاز هسه راح نشوف شلون غاز جنجرين از رير هو نادر بات سبيشالي دانجروس لكن خطر بشكل خاص ات هابن وين ان انفكشن ديب انسايد ذا بودي سوتش از انسايد ماسلز اور اورجانز يوجوالي بيكام بيكوز اوف تروما يقول لك يصير من تكون اكو اصابه عميقه بالانسجه الداخليه مالت الجسم كان تكون بالعضلات او الاعضاء الداخليه اللي هي يوجوالي منين جاتنا جاتنا من ضربه ومن كدمة من تعرض مباشر لفد على جارحة كذا داخلية خلينا نقصد بها هذه الضربة اللي صارت عميقة راح توفر بيئة لا هوائية لنمو بكتيريا خطرة جدا اسمها كلوستريديا هاي البكتيريا من أخطر أنواع البكتيريا اللي موجودة دائما تنمو وين يعني مو دائما وإنما يعني ممكن تنمو بالجروح العميقة لذلك يقول لك من تنصاب جرح عميق يعني عقمه بشكل مضبوط عقمه بشكل دقيق لان هذا جرح العميق يعني اكسجين ماكو يعني CO2 ممكن يعني ممكن يوفر بيئه مناسبه لنمو هاي البكتيريا اللي هي ما تحتاج الاكسجين تحتاج CO2 وبالتالي راح تنمو ريليز دانجروس توكسين راح تفرز لنا سم اللي هو بويزنز اللي هو هاي السموم مالتها along with the gas وبالاضافه الى السم تنتج غاز اللي هو على اساسه سموها الغاز جنجرين يعني بدنا نفهم شنو من هذا النوع من انواع الغاز جنجرين عضو داخل الجسم عميق كان تكون بالعضلات او اعضاء اخرى تعرض لضربه معينه الضربه معينه ما تعقمت بشكل سليم نمت بداخلها بكتيريا البكتيريا اللي اسمها كلوستريديوم انتجت سم وانتجت ويا غاز لذلك يسموه غاز جنجرين بعد نكمل The skin may become pale and gray and make crackling sound when passed يقول لك الجلد إذا مستوى إذا على مستوى العضلات أو الأعضاء الداخلية ممكن من نضغط عليه نقول عليه crackling يقصد بي يتمقمق يصير بي طقطقة يطقطق زين لأن بي غاز بداخله متخلخل بي غاز من دون العلاج without treatment gas gangrene can deadly within 48 hours خلال 48 ساعة خلال يومين الشخص يتوفى إذا ما تعالج من هاي الغاز جنجرين يعني من هو يتوفى منين يتوفى من السم خلوا بالكم في معلومات بسيطة على الكلوستريديوم من أخطر أنواع البكتيريا المعروفة تنتج السم مالتها يعني أنا ما أعرف قبل من زمان أنا مرتنا هالمعلومة يمكن ربع كيلو أو كيلو من عند هذا السم الكلوستريديوم قابل على القضاء على كل سكان الكوكب تخيل السم مالتها قد خطر هذه البكتيريا تستخدم كسلاح بيولوجي يعني استخدمت بعض أنواع الحروب يخلوها داخل القذائف ويقذفوها في منطقة العدو وبالتالي من تنتشر ويا الشظايا الشظية تدخل العفو بداخل أجسام يعتبرهم الجنود الطرف الثاني وبالتالي تدخل ويا هاي البكتيريا وتسوي عنده جنجرين لذلك دائما يبترون ايديهم ورجليهم كذا بالحرب هاي يعني معلومة باي ذا واي النوع الثالث اللي هو فورنرز جنجرينز هذا جنجرينز لكن اكثر بس مجرد الخصيصه مالته شنو هو نادر ايضا لكن يصير بالاعضاء التناسليه جنتل اريا جنتل اريا زين جنتل اريا سوري يصيب الرجال اكثر من النساء ممكن هذه الاصابه تنتقل الى الدم وتسوي لنا حاله اسمها سبسيس اللي هو كان بي لايف ثريتنز كل وجود البكتيريا بالدم نسميها شنو؟ نسميه سبسس يقصد به تسمم الدم يعني مترافق تقريبا المصطلح السبتاسيميا تسمم الدم وغيره هاي الأمور
progressive bacterial synergistic gangrenes اللي هو نسبة للعالم اللي وصفها الميلينيس gangrenes. This type usually cause painful lesion on the skin. هذا راح يسبب لنا فد قي فديش شون ليجن مثل التقرح على الجلد مؤلم جدا. وين يصير؟ يصير تقريبا من اسبوع الى اسبوعين بعد العمليه الجراحيه او ضربه معينه، يعني عاده ما يكون مرتبط بالتلوث او كذا اللي يصير اثناء العمليات. It is rare، هو نادر. هسه هذني اربع انواع شرحناهن اللي هو الانترنال والغاز جانجرين والفورنرز والبروجريسيف بكتيريال سينرجيستيك جانجرين. عندنا الاعراض، الاعراض شنو اللي راح يصير طلاب؟ بالنسبه للدراي جاف، شوفوا هذا جاف، منتخيل احنا من نشوفه هيك تخيل واحد شو يصير بيه اعراض. شيرفلتس سكين ذات تشينج فروم بلو تو بلاك، راح الجلد ممكن يتغير من اللون الجوزي الى الاسود. كولد نوب سكين، نوب سكين يقصد بيه الرجل تكون شلون تتنمل، يعني واحد يشعر بتنمل برجله وكذا. بين طبعا الم راح يكون على اعتبار، تخيلوا هذا الجرح بالرجل شو يسوي؟ السر، تقرح. زين هذا بالنسبه للدراي. بالنسبه للويت، الويت هوايه، ليش؟ لان انواعه هوايه ويصير باماكن هوايه بالجسم، لذلك راح تكون يعني اعراضه هوايه. سويلنج اند بين، راح يكون بين المنطقه اللي يصير بها راح يكون بها الم. وانتفاخ، فيفر اند فيلينج انوالز، اكو راح يصير عندنا سخونه. ممكن يجيكم بالامتحان سؤال ليش يصير سخونه؟ ليش يصير سخونه بالويت وما يصير بالدراي؟ بالبدايه بدنا نقصد المسببات. يصير بالويت لان الويت يصير ببكتيريا، واذا اكو بكتيريا يعني اكو التهاب، واذا اكو التهاب يعني سخونه وياه. بينما بالدراي ماكو بكتيريا، فبالحالات الاوليه ما راح يصير بيها سخونه. زين. Red, brown, purples, blue, greenish, black or black skin، راح تغير اللون، راح يصير من احمر، جوزي، قرمزي، هذا ارجواني، ازرق، اسود، هذني تغير الجلد حسب اللي شفناه. Blisters or sores، راح يكون اكو ندب او هاي تقرحات على الجلد. Crackling noise when your pass on the affected area، راح يكون اكو صوت قلنا قرقع، يعني شي قرقع او تمقمق شيء على الجرح من نضغط عليه باصبعنا، وقلنا هذا سبب ليش؟ لان اكو غاز، اكو غاز نتج من البكتيريا بالنوع الغاز جنجرين. Thinny shiny or hairless skin، الجلد راح يكون فاقد للشعر، رقيق، شني يعني هيك ورد وكذا. Line between healthy and damaged skin، يقصد به اكو فتحات فاصل راح يكون بين المنطقه المصابه وبين المنطقه الغير مصابه. Internal gangrenes cause severe pain in affected area. For example, when gangrenes affect in the appendix or colon, this probably have the belly pain. Internal gangrenes can be cause a fever. نفس ما ذكرنا. ممكن يصير سخونه، وهاي دائما نرجع نشرح وين؟ نشرح على الجانجرين اللي يصير وين؟ يصير بالزائده الدوديه. فهذه حالات كلش كمان شائعه يعني بالمجتمعات اللي عايشين بها، على اعتبار هاي راح يصير بها التهاب، والالتهاب وقلنا اذا تسمعون مفجوره يعني هاي اكو شظه، هي الشظه. التشخيص طلاب بس مجرد نعددهن. بلود تيست ممكن عن طريق الفحص نشوف كره الدم البيضاء صاعده او نازله، هاي حسب، وهذا اهم فحص يشخص من عنده اللي هو يشوف كره الدم البيضاء مالته. عندنا شوفوا لايك مور وايت بلود سيل ذان يوجوال، راح يكون اكو ارتفاع. ايمجينج تيست بالاشعه، ممكن بالسونار، هذا اللي ممكن يكون اكو زائد. كلتشر ممكن يكون اكو زراعه، يعني ياخذون مسحه من الجرح ويزرعوه ويشوفون اذا اكو بكتيريا او لا. سيرجري اللي هو جراحيا. زين. جانجرين كومبليكيشن، هسه شخص عنده جانجري، شنو اللي ممكن التعقيدات اللي يصير وياه؟ شنو اللي ممكن راح يسويها بعدين؟ سايبتومز انكلود لو بلاد بريشر، انخفاض بالضغط، ريبيد هارت بيتس، تسارع بدقات القلب، شورتنس اوف بريث، راح يكون اكو قصر بالتنفس، يعني شخص يقوم يلهث، تشينج ان بودي تمبريتشرز، تغير بدرجه حراره الجسم على اعتبار هي سخونه وغيرها، لايت هيدنس، يعني شلون التحسس للضوء او غيره. بودي بين اند راش، راح يكون اكو طفح جلدي ومؤلم. كونفيوز، تشويش. كولد كلامي بيلي سكين، الجلد راح يكون يا اما شاحب طيني، كولد يشعر بالبرد وغيرها. طلاب هذا ملخص يعني على الجانجرينز اللي بداخل محاضراتنا، ان شاء الله يكون ملخص وافي.
وكامل إن شاء الله. جزيل الشكر للإصغاء.